موضوع النهاردة، بما أنه في بعض الناس بتطلب بعض القراءات فيما يخص العمل والسفر والدراسة وكل ده، هنعمل القادم لكم في طريقكم بين فترة بداية أول شهر أو أول يوم من شهر 4 أبريل سنة 2024 لغاية يوم 15 أبريل 2024، تمام؟ القادم لكم عامة، عاطفيا، عمليا، ماديا، وكمان هنتكلم شوية على الصحة إذا طلع ده في القراءة. هيكون الاختيار بالطبع، يعني بالطبع بأول حرف من اسمكم مجموعة أولى، ف نون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو اختيار السلسلة دي اللي فيها قلادة شجرة الحياة بحجر الأماتيست. تمام. المجموعة الثانية حاء خاء ياء واو غين راء ذال باء تاء ثاء قاف ضاد ضاء شين، أو اختيار شمعة الفرح دي وربنا ينور حياتكم بالفرح إن شاء الله. اختاروا، أسيب لكم مهلة من الوقت تختاروا سواء الأحرف أو الحاجات اللي قدامكم، حجر الأماتيست وشمعة الفرح. تمام. يلا نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا السلسلة اللي فيها قلادة شجرة الحياة معمولة بحجر الأماتيست. نحطها هنا على مرأى الجميع ونبدأ إن شاء الله بيكم. سواء كنت رجل بتتفرج على هذا الفيديو أو ست بتتفرج على هذا الفيديو، هعمل طاقة الرجالة لوحدها وطاقة الستات لوحدهم، تمام؟ لأن الرجالة بيلومونا كمان إننا ما بنعملهمش فيديوهات بصيغة الرجل، أنا بتكلم بصيغة الأنثى لأنه معظم المشتركين ستات، فإذا كنتم أنتوا كتير رجالة كتير بتتفرجوا على القناة بتاعنا، فأظهروا وجودكم في تعليقات عشان نقدر ناخد الطاقة بتاعتكم ونعمل قراءة كمان للرجالة. أهي طاقة الرجالة هي اللي طلعت الأولى، نشوف طاقة الستات. يلا طاقة الستات، ابدأ. دايما الستات كده، دايما الستات كده مستخبيين لي ومش عارفة أنا هعمل ازاي الطاقة بتاعتك يا بت. اطلعي يا بت، متكسفيش. أهي طلعت الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، طاقتكم هنا. الرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، طاقتك هنا. مش انتي وحبيبك، لا، دول الرجال اللي بيتفرجوا على الفيديو، والطاقة دي للستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. نبدأ بطاقة الرجالة. طاقة الرجالة بقالكم مدة جايلكم يعني شعور أو إحساس بالخوف، خوف من حاجة مبهمة. بتسأل نفسك ليه أنا عندي القلق ده؟ ليه أنا حيران؟ ليه داخل في اكتئاب؟ ليه متحصر على نفسي؟ ليه أنا عايش حزن عميق؟ ليه كل المشاكل دي اللي أنا فيها؟ ليه إمتى هخرج من العراقيل اللي أنا فيهم؟ أسئلة تطرحوها على نفسكم، يعني من شدة الإحساس الرهيب ده اللي جواكم، وعمركم ما حسيتوا بالإحساس ده. حاليا وانت بتتفرج على هذا الفيديو حاسس بالإحساس ده، إذا حاسس به اضغط لايك، فضلا وليس أمرا لايك للحلقة، مفيد جدا لينا. وإذا ما كنتش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل في هذه القناة. نكمل. الرجالة هنا الخوف ده اللي جواكم انقلب عليكم بالحذر. هتقول لي ازاي؟ يعني دلوقتي الخوف ده اللي جواك اصبحتم ربما حصل لكم مشاكل كبيرة، او انتم بتمروا بمشاكل، او اتغدرتم او اتطعنتم، ودلوقتي ما عندكمش ثقة في اي حد. شايفين لما شفتوا ايدي كده، الخيا يعني الظل بتاع ايدي في المكتب، انتوا كده. حتى الظل بتاعكم اصبحتم تشكوا فيه. لو مريتوا كده في شارع وكنت هتمر كده وشفت خيالك انعك يعني اتقسم على اتنين مع الركنه بتاع، يعني الركن بتاع الشارع، هتقول وفي ايه؟
ماني بيتبعني من كتر الشكوك اللي والوسوسة اللي عندكم، اللي أصبحت عندكم أصحاب يا رجالة أصحاب المجموعة الأولى. مفيش ثقة في أي حد من كتر الطعنات اللي طعنتم بيها، ومن كتر المشاكل اللي اتحطيتوا فيها، وبقالكم مدة زمنية طويلة وانتم كده. تراكمات هي اللي وصلتكم للإحساس ده الغريب اللي عندكم، اللي جواكم. ربما مشاكل، ربما يعني مشاكل في الشغل، مشاكل مادية، مشاكل احنا هنشوف في القراءة التطورات ان شاء الله اللي جاية جايلكم في 15 يوم اللي جاية. ايه العراقيل دي كلها؟ انتم مستنيين انفراجة من عند ربنا. امتى يحين الوقت على انكم يعني يزول الاحساس ده من جواكم؟ امتى يفرجها ربنا، تتفتح البيبان الخير قدامكم؟ دي طاقتكم اصحاب الرجاله، اصحاب المجموعه الاولى. الستات اصحاب المجموعه الاولى، والطاقه دي بقى لها زمان ما طلعتش في القراءه. اقول لكم بتزوروا حد معالج راقي، او انتم بتعملوا رقيه، او بتدوروا على حد يعني بيدلكم، هو حكيم يدلكم على طريقه تتخلصوا منها، من السحر اللي انتم بتعانوا منه. انتم متأكدين ان عندكم سحر، سحر اسود، سحر كذا، سحر اي كان من نوعه. عندكم احساس جواكم انه في سحر اتعمل لكم، عشان كده انتم دلوقتي في طاقة يا اما تعالجتم، يا اما في صدد العلاج، يا اما بتفكروا انكم تعالجوا نفسكم. لان اللي بتمروا به انتم اقصى من اللي بيمر به الرجالة. الرجالة غالبا هنا حاجة عملية، حاجة مادية، لكن الستات هنا حاجة يعني ضرتهم صحيا وضرتهم معنويا وحتى في المشاعر بتاعهم. البعض منكم هنا بتزوروا دكتور، دكاترة كتير. للبعض منكم يا جماعة الخير من فضلكم، دي قراءة عامة، تمام؟ ومش كل مش الفيديو لك انت لوحدك، في ستات هنا، لفئة من الستات، مش بقول كلكم، في فئة من الستات عندك مرض أو ورم، عندك مرض سرطان، أو عملتي مع عمليات جراحية وبتمري بمرحلة صعبة شوية صحيا. فمستنيين يعني تلقوا المعالج أو الطبيب أو الدكتور ده اللي هيخرجكم من اللي انتم فيه. قلبكم موجوع على صحتكم أكتر ما قلبكم موجوع لحاجة تانية. الفئة الأخرى من أصحاب المجموعة الثانية من الستات، لا، أنتم بتدوروا على معالج، أو تعاملتم مع معالج عشان يفكوا لكم السحر، أو أنتم بتفكروا على أنكم تشوفوا أي معالج يعالجكم، لأنكم جربتم كتير ومفيش فايدة، ما لقيتوش نتيجة. يا جماعة الخير هقول لكم ملاحظة بين قوسين. حتى ولو كلكم تؤمنوا بالقدر، القضاء والقدر، تمام، سواء كنتم مسيحيين أو مسلمين أو أي ديانة كنتم فيها، يجب أن يعني أنا بتكلم على اللي بيؤمنوا بربنا، ما بتكلمش على الملحدين، ربنا يهديهم إن شاء الله. بصوا، المعالج لما يعالج سحر، ركزوا كويس الكلمة اللي بقوله، لأن المعلومة دي الناس كتيرة ما بتفهمهاش. ناس كتيرة تقعد تضر في نفسها بإيدها، تمام. إذا واحدة فيكم اتعمل لها سحر مثلا عدم الجواز، ربط عن الجواز، عملوا لك سحر ربط عن الجواز، ورحت اتعالجتي وشفتي إن لحد دلوقتي ما جاش حد عندك، ما خطبكيش حد وما تجوزتيش. في بعض الأحيان مش إن العلاج ما تعالجتيش، لأ، لأنه بالسحر ده وبعدم وجود السحر ده أصلا ربنا ما كانش كاتب لك إنك تتجوزي. يا ناس، عملية نزع السحر هي نزع عراقيل من قدامكم، بعدين يجي لكم القضاء والقدر اللي كاتبه لكم ربنا. العلاج
من السحر مش هيغير لكم حياتكم إلى الأحسن، ولا العلاج هيجيب لكم راجل يتجوزكم، ولا العلاج هيجيب لكم كنز يغنيكم، ولا العلاج حتى مش عارفة أنا يعني إزاي بيفكروا بعض الناس. العلاج يا ناس زي ما لما تروحوا عند الدكتور، عندك صداع في دماغك، عندك مشكلة في المفاصل، تروحي عند الدكتور يكتب لك علاج، تاخدي أدوية من الصيدلية، تشربي الأدوية بتاعك على منتظمة في الأدوية، بعدين تتحسني. ده مش معناه إن الأدوية اللي أخدتيها لمثلا صداع الدماغ أو المفاصل، ألم في المفاصل، إن الدواء ده هو يقيكي من كل الـ الأمراض اللي موجودة فوق كوكب الأرض. لا، عملية نزع السحر هي نزع السحر فقط، وليس إنه ينزع لك السحر وتصبح حياتك جنة. لا، فإحنا فوق الأرض مخيرين ولسنا مسيرين، مخيرين في حاجات ومسيرين في حاجات. فحاولوا من فضلكم تركزوا كويس في مسألة العلاج ده. تمام، أعتذر عن الإطالة. ندخل في لب الموضوع ونشوف أصحاب المجموعة الأولى. هنشوف أولا الجانب العاطفي. الجانب العاطفي لأصحاب المجموعة الأولى، طاقتكم أنتم، طاقة الشريك أو الحبيب، وطاقة العلاقة. في رابطة روحية ما بينكم وما بين الشريك بتاعكم ده. غالبا البعض منكم انتم زملوا، كنتم متباعدين، وانتم اللي قررتم يعني عملتم خطوة الابتعاد ده او البلوك ده او الانفصال ده. والحبيب هنا، انتم هنا والحبيب هنا، في طاقة انتظار انكم تفكوا البلوك، انكم ترجعوا له، انكم تسامحوه. حاجات يعني بيستنى اخبار، رسائل من عندكم، خطوة من عندكم انتم. لان العلاقة طاقتها بتقول انكم انتوا الاتنين بتحبوا بعضكم، في حب حقيقي جمع ما بينكم، في حب حقيقي جمع ما بينكم. طب ايه هي قصتكم اصحاب المجموعة الثانية؟ البعض منكم هنا يا اما عندك كراش، يا اما انت منتظرة حد، او انت منتظر حد يدخل حياتك بالشكل اللي انتم عاوزينه، بالطريقة او بالعلاقة، على اساس علاقة عاطفية فيها ترسيم كل حاجة، سواء للعزاب مطلقين او ارامل. يلا قلت لكم في طاقة انتظار، سواء انتم عزاب ارامل او مطلقين او متجوزين ومنفصلين او عندكم متباعدين، في طاقة انتظار رهيبة جدا. بصوا، طاقة انتظار سواء من عندكم او من عند الحبيب، طاقة انتظار كارما، طاقة حاسين انه في طاقة اسحار مأثرة على حياتكم، وخاصة اسحار المقابر، وبتدعوا ربنا في الخلوة اللي انتم فيها هنا على انه ربنا يلاقيكم بالانسان اللي هيدخل التوازن في حياتكم. تدعوا ربنا انه يعني يلاقيكم بالانسان، اذا كنتم عزاب ارامل او مطلقين، تدعوا ربنا انه يلاقيكم بالانسان اللي يكون كفء بالمشاعر بتاعكم وبالحنية بتاعتكم وبجهودكم في حياته. حتى المنفصلين هنا في أمنية بتترجوا ربنا عليها، اللي هي ربنا ياخد حقكم من اللي ظلمكم، من الإنسان اللي سحركم. لكن اللي هم منفصلين أو متباعدين أو في علاقة باردة،
الحبيب هنا ندمان جدا على اللي عمله معاكم، وغالبا رجع عليه كارما عرفته قيمتكم، رجع عليه كارما عرفته قيمتكم، يعني قيمتكم في حياته. وهو دلوقتي زي ما انتم بتتمنوا، هو كمان بيتمنى انكم ترجعوا له وتعملوا خطوة، انتم خطوة بإرسال رسالة او مكالمة. زي ما نشوف الطائر ده في رجله هنا رسالة، مستني الرجوع على انكم انتم تعملوا خطوة. طب ليه هو مش عاوز يعمل خطوة؟ في طرف ثالث، في مشاكل وعراقيل وعادات وتقاليد تمنعه على انه يعمل خطوة من ناحيتكم. يمكن الانسان ده اهله رافضينكم، قال لك من الاول ازاكي، وقال لك لا انت مش قد المسؤولية، انت كذا وانت كذا، او انت كذا وانت كذا، فجرحكم جرح كبير، والبعض منكم اتخنتم اصلا. فهو دلوقتي مش قادر يوري، يعني يظهر لكم وشه عشان ما تلومهوش، عشان ما تأذوهوش، عشان ما تضيعوش أمل الرجوع اللي هو منتظره. فهو دلوقتي بياخد وقت وسايب الوقت يمر على إنكم تنسوا اللي حصل عشان يقدر يعمل خطوة من ناحيتكم. اللي هي سنجل أو أنتوا سنجل، عزاب، مطلقين أو أرامل، في إن شاء الله دخول حد في حياتكم، في شخصين، حد واحد أسمر وواحد أبيض مائل إلى الحنطي، تمام، وواحد أسمر، وإن الأسمر الحنطي والأبيض. هتقولي لي في ثلاثة، بص يا بنت الناس، القراءة دي قراءة عامة، فمش نفس الإنسان هيدخل حياة كل الستات اللي موجودين في الفيديو، فكل واحدة هتعرف الإشارة دي في الإنسان اللي هو هيتقرب ليها إن شاء الله. دي كانت قراءة بسيطة للعلاقة العاطفية. نشوف دلوقتي القادم لكم في طريقكم على جميع الأصعدة المتبقية. في 15 يوم اللي جاية ما بين 1 أبريل 2024 شهر 4 لغاية 15 أبريل شهر 4 2024. نسحب ورقة هنا، 1 2 3 4 5 و6، يلا و7. إذا احتاجينا كروت أخرى هنختار كروت أخرى، تمام؟ بصوا كده، كارت رقم 1، كارت رقم 2، كارت رقم 3، افتكروا الترتيب، كارت رقم 4، كارت رقم 5، كارت رقم 6، وكارت رقم 7، تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7. قبل ما اقلب الكروت، اختاروا انو او اضمروا نية في سؤال او حاجة، واختاروا ورقة من الاوراق دي، 1 2 3 4 5 6 7. في نهاية القراءة هقول لكم الكارت ده عاوز يوصل لكم ايه كرسالة، تمام؟ تمام، يلا وقفوا الفيديو واختاروا براحتكم وشوفوا الورقة اللي بتجذبكم اكتر. خلاص، يلا. القادم لكم في طريقكم في 15 يوم اللي جاية،
بصوا، بداية الشهر هتبدأ غالبا معاكم في تحضير بعض الحاجات، بعض الأوراق، بعض ربما هتبدأوا أو بدأتم في مسابقات بتخص شغل، أو دخلتم في تكوين فيما يخص خياطة، طرز، رياضة، في حاجات بتحضروا لها. أقول لكم بكالوريوس، أقول لكم دبلوم ليسانس أو دكتوراه أو حاجة زي كده. أنتم بتخططوا في بداية الشهر ده على تركيب تخطيط أو مخطط لحياتكم العملية الدراسية، في حاجة هتتعلموها بزيادة أو زيادة على المعلومات اللي عندكم. تمام. الرغبة دي في أنكم تبدأوا الحاجة دي، سواء دراسة، سواء زي ما قلت لكم تكوين مهني، يعني انكم تعملوا تكوين مهني فيما يخص الشغلانه بتاعتكم عشان يعني تتنقلوا في رتبه احسن او اعلى، مش عارفه ازاي بيقولوا لها يعني، فبحاول ابسط الكلام. تمام. غالبا البعض منكم هنا زي ما قلت طاقه الرجاله، في خوف رهيب جدا على مسائل او في معلومات هتسمعوها ما كنتوش عارفينها من قبل، حاجات غامضة كانت غامضة سابقا عليكم، هتبدأوا في البحث عن الحقيقة، الرجوع إلى الماضي، واسترجاع بعض الوقفات أو بعض الأقوال اتقالت لكم عشان تأكدوا هل المعلومات دي اللي سمعتوها حقيقة ولا لأ. التغيير هيجي من ابتداء من يوم 4 لغاية يوم 9، تغيير جذري تماما. بشرى صالة ليكم، للبعض منكم إذا كنتم أنتم مغتربين فيه إمضاء عقود إقامة، فيه قدوم تأشيرة أو موافقة لتأشيرة للسفر، فيه سفر وتنقل لأصحاب المجموعة الأولى، في كمان إمضاء عقود فيما يخص شراء بيت، شراء عربية، شراء قطعة أرض، لكن الحاجات دي كلها هتكون مكسب ليكم، هتكون إيه؟ هتكون مكسب ليكم بعد الركود اللي كنتم بتعانوا فيه سابقا. أمور معلقة في المحكمة للبعض منكم هتتحل إن شاء الله، وتكون الأمور دي يعني تطبق على ايد الشرطة، على ايد الشرطة في قرار هينطق به في محكمة، تقدر تكون نفقة عيال، تقدر تكون مشكلة في ديون، لكن هتكون لصالحكم انتم. كمان اللي هم سنجل او منفصلين فيه رسالة هتجيلكم ان شاء الله هتفرح قلبكم، وهتبدأ الأفراح والحظ عندكم إن شاء الله ابتداء من يوم 9 لغاية يوم أو آخر يوم في الشهر أبريل، لغاية أول أسبوع من شهر 5 2024. أفراح وحظ هيدخل حياتكم، هتكتشفوا حاجات كتيرة كنتم بحاجة ليها، حاجات هتحققوها إن شاء الله، وهتبدأ يعني تظهر لكم الأضواء لتحقيق الأمنية الغالية على قلبكم. إيه كمان؟ في سفر، في للبعض منكم اللي هم تعبانين ورايحين عند الدكتور، عملتوا تحاليل وكل حاجة، التحاليل ما تخافوش هتكون كويسة، هتكون كويسة بوجود كارت رقم 2 من كروت مادموزيل لنوما. البعض منكم اللي قلتوا أو اللي عملتم عملية نزع سحر، قررتم أو بدأتم في نزع السحر ده، هتنقلب الموازين إن شاء الله في العلاج إن شاء الله، وهتتعالجوا وهتبدأ تظهر لكم بشارة العلاج ده ابتداء من يوم 4 لغاية يوم 22 أو 29 من شهر أبريل، شهر 4 2024. فيه كمان بشارة خير،
للي هم عاوزين يحملوا، او انت يعني عاوزة منتظرة حمل، عندكم بشارة خير ان شاء الله في الحمل. اقول لكم بصوا، الشهر ده الارقام حظ فيها هي رقم 3، رقم 6، رقم 7، ورقم 4، ورقم 2، ورقم 1. الأرقام دول رقم الحظ عندكم في شهر 4، في 15 يوم الأولى. أما في الشهر بكامله بالكامل، أرقام الحظ عندكم 14، 31، 2، 44، 27، 42، و26. الأرقام دي تقدر تكون رقم منهم عيد ميلادك، رقم موبايلك، رقم الشقة اللي بتسكنوا فيها، تاريخ مناسبة معينة هتفكركم أو هتجيلكم الطاقة دي بطاقة جميلة لأرقام الحظ دي. تمام؟ تمام. وإذا كنتم عاوزين تلعبوا لعبة يا نصيب، الأرقام اللي قلتها 14، 31، 2، 26، 42، 27 و44 ربما هي أرقام الحظ بتاعكم للفوز في يا نصيب. ده كل اللي شفناه في أصحاب مع أصحاب القراءة الأولى. زي ما قلت لكم، اختاروا، عشان أقول لكل واحد فيكم اختار كارت، أقول له الرسالة اللي موجهة لي. نبدأ بأصحاب المجموعة الأولى. أصحاب المجموعة الأولى، هنا في نجاح في الدراسة، نجاح في الشغل، وفي أمور كنتم بتحلموا بيها هتبدأوا في تحقيقها، فتح مشروع، نجاح في دراسة، تفوق في الشغل، علو راتب، علو منصب. واللي هما ما بيشتغلوش أو ما بيدرسوش، فيه نجاحات هتيجي في حياتكم إن شاء الله. ليه؟ لأنكم أنتم ناس، يعني مش شرط تكون نجاحات دراسية، نجاح إنك تتغلبي على عدوك، نجاح إنك تتغلبي على مرض، نجاح على إنك تتغلبي على حسد، عين، حاجات كتيرة يعني من الأنواع، من النوع ده. فإن شاء الله عندكم من فراغ. أصحاب الكارت رقم 2، خدوا الحذر ويعني واعملوا حاجاتكم في الكتمان. غالبا أصحاب الكارت الثاني أنتم بتتكلموا كتير، بتحكوا كتير على نفسكم، أي حد تحكوا له أيوة أنا حصل لي، وأنا طلعت، وأنا نزلت، وأنا هعمل، وأنا ما هعملش، كل الكلام ده هيجي ضدكم أنتم. فردوا بالكم إنه ما تعمل إنكم تعملوا حاجاتكم في الكتمان، وإنكم تكونوا حذرين من المحيط بتاعكم، ناس من المحيط بتاعكم، فمش كل واحد بينولكم الخير. تمام؟ لأنكم أنتم ناس من كتر طيبتكم فاكرين إن كل الناس طيبين. تمام. الكارت رقم 3، تغيير أصحاب كارت رقم 3، طاقة نارية وطاقة مائية، في تنقلات وتغييرات إن شاء الله في حياتكم، وخاصة اللي هم ناويين يسافروا أو يتنقلون من بيت لبيت، أو يغيروا مسار الشغل بتاعهم. مثلا كنت بتشتغلوا كسكرتيرة، عاوزة تفتحي مشروع لوحدك، هتوقفي الشغل كسكرتيرة مثلا وتبدأي المشروع ده. في تغيير في تحقيق أمنية إن شاء الله، وهتتوصلوا للأمنية دي. كارت رقم 4، مشاكل معلقة في أماكن إدارية. مشاكل معلقة في أماكن إدارية هتتحل إن شاء الله ليكم، فما تقلقوش. المشكلة المشاكل دي إن شاء الله من هنا لنهاية الشهر هتكون اتحلت إن شاء الله. أصحاب الكارت رقم 5، إمضاء عقود، يا إما بيع وشراء، يا إما ترسيم علاقات. عندكم إن شاء الله دخول حد في حياتكم إن شاء الله، وخاصة الناس اللي مرتبة حياتها على آفاق جديدة، على آمال جديدة، لأنه في البعض منكم هنا اكتشفتم حاجات في نفسكم، يا إما عملتم عمليات نزع سحر، نظفتم طاقتكم أو حاجة زي كده، ففيه تغيير في حياتكم إن شاء الله، تغيير ونجاح. أصحاب الكارت السادس، حظ فظيع عندكم إن شاء الله يا أصحاب المجموعة الثانية الأولى عفوا، حظ كويس جاي لكم. الكارت رقم 6، حظ كبير جاي لكم، ورقم الحظ بتاعكم هو رقم 2. الحظ ده حاولوا إنكم الأيام اللي موجودة في شهر أبريل، الأعداد الزوجية، إذا كنتم عاوزين تعملوا حاجة في الأيام اللي يعني مثلا رقم يوم 2، يوم 4، يوم 6، 8،
10 12 14 16 18 20 وهي رايحة كده. في الأيام دي إذا كنتم عاوزين تسافروا سافروا، إذا عاوزين تبدأوا في مشروع ابدأوا، إذا عاوزين أي حاجة اعملوها هتنجحوا فيها وهيكون عندكم الحظ فيها. أصحاب الكارت السابع والأخير، في أمور كتيرة جدا هتتضح لكم نظرتكم فيها، وخاصة اكتشاف حاجات كانت مستخبية. هتعرفوا حقيقة بعض الناس انتم يا اما مرتبطين بيها سواء عاطفيا او جيران او اصدقاء، هتعرفوا حقيقة الناس دول، وربنا هيفتح لكم عينيكم يعني العين التالتة عندكم، وهتعرفوا الناس دول على حقيقتهم، لانكم انتم دلوقتي في تساؤل كبير وعلى انسان معين سواء صديقة صديق زوج حبيب حبيبة. فالتساؤلات اللي بتسألوها على نفسكم هتلقوا إجابتها إن شاء الله في الأيام اللي فيها رقم 4، يعني يوم 4 من الشهر 4، وإحنا في 24، 14 في الشهر 24. تمام. دي كانت أصحاب القراءة الأولى. نمر دلوقتي للأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج العقرب، برج السرطان، وبرج العذراء. 80% برج عفوا برج الجدي، برج الحمل، وبرج الأسد. 60% برج الدلو، برج الجوزاء، وبرج القوس. أما الأبراج المتبقية حوت دلو حوت حوت عفوا ميزان وتور 50%. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، وإن شاء الله كل خير ليكم. وإذا ما كنتش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس. نكمل دلوقتي مع أصحاب المجموعة الثانية. القادم لكم في طريقكم في الفترة ما بين أول شهر 4، أول شهر أبريل 2024 لغاية يوم 15 أبريل 2024. تمام. اللي اختار بالأحرف الأحرف قدامكم، واللي اختار الشمعة على هيئة جاتو فرح، إن شاء الله ربنا يسعد أيامكم ويدخل الفرح في حياتكم. هاي الشمعة، الأحرف قدامكم. أول حاجة هنشوفها أو هنعملها طاقتكم أنتم اللي بتتفرجوا على هذا الفيديو، في ستات وفي رجالة بيتفرجوا على هذا الفيديو، فهنشوف طاقة الستات لوحدها وطاقة الرجالة لوحدهم، مش أنت وحبيبك، لأ. عاوزين جواز، رومانسيين، عاوزين رجوع، مالكم؟ كلكم مركزين لي على الجانب العاطفي. يلا نشوف طاقة مين تظهر هي الأولى. هخلط الكروت مرة تانية لأنها نفس طاقة المجموعة الأولى. استنوا أهو، هخلط الكروت مرة تانية لأنه في ربما أصحاب المجموعة الأولى كملوا معانا القراءة على المجموعة الثانية. يلا طاقة مين هتطلع هي الأولى؟ طاقة الرجالة. طاقة الستات، يلا اطلعي يا بت، اطلعي يا بت، مالك يا بت، اطلعي. يلا الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو طاقتكم هنا، والرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو طاقتكم هنا. تمام. نبدأ بالرجال. فضلا وليس أمرا لايك للحلقة، إذا ما كنتش مشترك اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد منزل على هذه القناة. وكمان يا رجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، على الأقل علقوا بتعليقات نعرف بوجودكم وبطاقتكم عشان نجيبها في طاقة القراءات المقبلة إن شاء الله. طاقة الرجال هنا،
غالبا انتم عندكم شعور جواكم، يا اما انتم ناس ظهوريين، يا اما عندكم طاقة روحانية، يا اما في احساس جواكم على انكم داخلين على مرحلة انقلابية، بمعنى خروج من ازمات، من الأزمات دي إلى النور، خروج من أزمات بسبب طاقة روحانية مديلكم الإحساس ده. غالبا عندكم أزمة مادية، محتارين إزاي يعني تجيبوا المبلغ ده، عشان أنتم في أزمة مادية حرجة أو محرجة. ربما عاوزين تعملوا عملية نزع سحر ومستنيين فلوس عشان تتعالجوا. ربما عندكم مصاريف كتيرة ومشاكل كتيرة تتطلب يعني فلوس. للبعض منكم هنا أصحاب المجموعة الأولى، أولوياتكم هي الفلوس، لأن هنا البعض منكم حتى عندكم مشاكل بتخص الضرائب. الفئة التانية من أصحاب المجموعة الثانية الرجالة، عندكم مشكلة ورث مع أقرب الناس ليكم، يا إما أنتم مش متفاهمين مع أخوك، يعني أخرجك من البيت أنت ومراتك وعيالك وحرمك من الورث، يا إما في حاجة سلبت منك، يا إما بالنصب والاحتيال، يا إما سلبت منك بالقوة، حاجة موروثة سلبت منك وعندكم مشاكل، بس عندكم إحساس جواكم إن المشكلة دي هتخرجوا منها عن قريب، وده حقيقي لأنه انتوا عندكم طاقة روحانية ما شاء الله عليكم من أصحاب المجموعة الأولى الرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. نجي للستات، وقلت لكم الستات هنا أصحاب المجموعة الثانية، انت إنسانة رومانسية بتحبي الحب والأغاني العشق والغرام وأفلام الرومانسية، وتحبي تعيشي الجو ده مع الحبيب بتاعك، مع زوجك، مع الإنسان اللي بتحبيه، إنسانة محبة ومسالمة، لكن عندك غصة في قلبك، عندك غصة في قلبك لأنك اتظلمت كتير من أقرب الناس ليكي، من أي إنسان بتحبيه ينقلب عليك. فعشان كده أنتم أصحاب المجموعة الثانية الستات بيتفرجوا على هذا الفيديو، أنتم في طاقة انتظار حدوث كارما، مستنيين حقوق يعني دينية من عند ربنا تيجي تقهر الإنسان اللي ظلمك. لأن غالبا البعض منكم هنا كنتم في علاقات أو أنتم في علاقات سامة مع إنسان نرجسي، إنسان ثنائي القطب، واتأذيتوا كتير، ده حتى جسمكم لسه شايل آثار العذاب ده، ضرب، جرح، إعاقة، كسر، بيفكركم دايما باللي حصل. في حاجة أزمة مريتوا بيها في الطفولة بتاعتكم أو في علاقاتكم لسه مأثرة فيكم، في جواكم يعني، وطاقتكم أنتوا دلوقتي في طاقة الرغبة في الانتقام، وفي نفس الوقت أنكم عاوزين تدخلوا في سبات عشان ما تقعدوش تفكروا في الحبيب ده أو في اللي عملوا فيكم العدو ده. دي كانت طاقتكم أصحاب المجموعة الثانية. يلا روحي تنامي، خلصنا القراءة، بهزر معاكم. يلا نشوف دلوقتي الجانب العاطفي. الجانب العاطفي أصحاب المجموعة الثانية، قلنا الجانب العاطفي الايس اوف كابس، قلت لكم عندكم حنية فياضة، عندكم حب كبير، يعني محتاجين حنية، احتواء، وفي تعلق كمان بحد، مستنيين رجوعه. سبحان الله، اهو قلت لكم مستنيين رجوعه، اهو الصور يعني غنية عن التعبير، ودايما كروتي بتأكد كلامي. بصوا، وغالبا البعض منكم عايشين علاقة ثلاثية، بتعانوا من أسحار، بتعانوا من تعلق. طاقتكم انتم
والحبيب. بصوا طاقتكم انتم وطاقة الحبيب. الحبيب هنا غالبا مركز في شغله، في فلوسه، في انجازاته، في مشروعه. ربما الحبيب هنا عنده مشروع كشغلانة تانية ومركز في الامور دي اكتر، وانتم هنا مركزين على العاطفة. هو يعني عملي وانتم عاطفي. الجانب العملي هو بيفكر في عقله، بعقله، في الأمور المادية، في المستقبل، في الاستقرار بتاعه. لكن انتم شايفين ان الاستقرار بتاعكم في الجواز او في الارتباط او في تصليح العلاقة اللي ما بينكم، بتفكروا اكثر بالمشاعر. وطاقة العلاقة هنا في طاقة السيفن اوف بنتكل، لان هنا زي ما نشوف الكارت بتاع التمبرانس وكارت ذا 6 اوف كابس، هنا في رغبة على انكم تصلحوا، تلقوا الوصفة اللي هتقرب الحبيب ليكم. ولا ربما البعض منكم عملتم تخاطر، عفوا استغفر الله، عملتم تخاطر او عملتم جذب للحبيب ده لكن ما لقيتوش النتيجة بتاعته. انتم ناس معطاءة ومتمسكين وعندكم تعلق فيما يخص الشخص ده، الحبيب او الحبيبة دي ايا كانت معتبر، يعني طاقة انتظار رجوع الشخص ده لحياتكم، انه يرجع لكم، وخاصة اصحاب العلاقات الثلاثية. ويسيب الطرف الثالث، يسيب الطرف الثالث وتبقوا انتوا الاثنين بس. لان غالبا هنا البعض منكم الحبيب او ما بينكم وما بين الحبيب فرق في الديانة، في الإقامة، في الجنسية. مش كل الفروقات دي، يعني كل واحد عنده فرق معين، في اللي فرق في السن، في اللي فرق في اللهجة، حتى يعني في اللهجة. لما نقول الفرق في اللهجة، غالبا البعض منكم هنا أصحاب المجموعة الثانية، الفرق لما نقول الفرق في اللهجة معناه ربما زي في مصر الصعايدة عندهم لهجة، الإسكندرانية عندهم لهجة، واللي يسكنوا في القاهرة عندهم لهجة. يعني اختلاف في اللهجة مش شرط تكونوا انتم من بلد وهو من بلد، تمام. لان هنا واضح كتير انه في فرق ما بينكم انتم الثلاثة، خاصة اصحاب العلاقات الثلاثية، في فرق كبير ما بينكم انتم الثلاثة. غالبا اصحاب المجموعة الثانية عندكم تعلق مرضي بالشخص ده، للبعض منكم مش كلكم. يا جماعة الخير، دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فخدوا الحاجة اللي تناسبكم وسيبوا الحاجة التانية، تمام. في تعلق رهيب جدا في الشخص ده، بتحبوه جدا. بصوا عندكم تعلق رهيب جدا ناحية الشخص ده. البعض منكم شايفين أو حاسين إن التعلق ده ما هو إلا السحر عمله الحبيب عشان يتمكن منكم ويجذبكم إليه ويسيبكم معاه. لأن طاقة القراءة العاطفية هنا للبعض منكم أصحاب المجموعة الثانية فيه، شفتوا يعني التخاطر اللي انتوا بتعملوه له، او قلت لكم في البعض منكم بتعملوا جذب او حاجة زي كده. فغالبا البعض منكم الجذب ده اللي بتعملوه رجع عليكم انتم، لان البعض منكم بيعمل الجذب ده بالاسحار. ما تكتبليش في التعليقات من فضلك انا ما بعرفش اعمل اسحار، ومش انا، وانا بنت شريفة واصيلة ومش عارف، ايوه انا عارفة كل ده. لكن اللي لازم تعرفيه يا بنت الناس ان الفيديو ده هيشاهدوا ناس كتيرة. إذا أنت ما عملتيش الحاجة دي، فمري مرور الكرام على الجملة اللي بقولها دي، المعلومة اللي بقولها بتاع السحر الجذب ده، وشوفي المعلومات التانية، تمام. لأن هنا البعض منكم عملتم سحر جذب وانقلب عليكم، وأصبح الجذب ده انجذاب جنسي جسدي، يعني فائق الحدود، فات الحدود، لدرجة عندكم اشتياق رهيب جدا، ومفيش وقت يمر من غير ما تكونوا بتفكروا في الشخص ده.
البعض منكم بيقول انه يعني الفئة اللي اتكلمت عليها دلوقتي بتقول ايه؟ الفئة دي بتقول انكم ضيعتم فلوس عشان تجذبوا الحبيب، لقيتوا نفسكم انتم اللي وقعتم في مش هقول لكم في شر اعمالكم، لكن انتوا اللي وقعتوا في الفخ اللي كنتوا هتعملوه للحبيب ده. الحبيب ده من كتر التخاطر اللي انتم بتعملوه للفئة التانية، مش اللي يعملوا سحر جلب، الفئة التانية اللي عملتم تخاطر، من شدة ما انتم بتفكروا في الشخص ده، ومن شدة ما انكم بتحبوا الشخص ده، انتم قاعدين بتراقبوا ومتأكدين انه هيرجع ليكم، انه هيسيب الطرف الثالث وانه هيرجع ليكم، ومتأكدين كمان على انكم يجب عليكم انكم تلقوا الدليل بايديكم على وجود السحر عمله الطرف الثالث، عشان تظهروا للحبيب انه انتم بتحبوه اكتر من الطرف الثالث، وان الطرف الثالث هو اللي عمل له اسحار عشان يفرق ما بينكم. لان دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، ففضلا وليس امرا خذوا الحاجة اللي تناسبكم وسيبوا الحاجة اللي ما بتناسبكمش. تمام. طب هل الشخص ده هيعمل خطوة من ناحيتكم؟ الشخص ده هو بحد ذاته محتار، قلت لكم هو دلوقتي مركز في شغله، مركز في مادياته، وبيمر شوية بمشاكل مادية، وبيفكر فيكم مش بيفكرش فيكم، لكن أمور تانية شغلة عنكم، فبيأجل دايما الرجوع ده. طب اللي هما سنجل، مطلقين، عزاب، أرامل، غالبا انتم عندكم كراش، والكراش ده إنسان متجوز، للبعض منكم مش كلكم، إنسان متجوز، إنسان من عيلتكم، علاقة صعبة ومعقدة ومستحيلة شايفينها، لكن بتحبوا الإنسان ده حب فات عن حدوده. البعض منكم فيه إن شاء الله بداية جديدة لحد هيدخل على حياتكم إن شاء الله في علاقات، ترسيم علاقات جديدة، الحد ده هيكون فيه اختلاف ما بينكم كبير وشاسع. مثلا إذا كنتم مختلفين في الجنسية هتكونوا كمان مختلفين في اللهجة وفي الديانة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ثقافتكم مختلفة جدا انتوا الاتنين. تمام. نشوف دلوقتي الجوانب الأخرى، ماذا سيحدث في 15 يوم الأولى من شهر أبريل لسنة 2024. يلا نختار ورقة أولى، ورقة ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، وناخد سبعة من هنا. ركزوا كويس أصحاب المجموعة الثانية، تمام؟ ركزوا في كلامي اللي هقوله دلوقتي. غمضوا عينيكم، أفرغوا تفكيركم من أي تفكير في أي حاجة، فضوا عقلكم من التفكير وغمضوا عينيكم دلوقتي، بعدين افتحوا عينيكم واختاروا ورقة من الأوراق دي أو رقم من الأرقام دي، رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة، ورقم سبعة. في نهاية القراءة هقول لكم الكارت بتاعكم
النية اللي دمرتوها عليه أو الرسالة اللي عاوزة توصلها لكم الكروت. تمام، يلا نقلب. مرحلة انتقالية أصحاب المجموعة الثانية، لكن أنتم عندكم شكوك ووسواسة و بصوا أصحاب المجموعة الثانية، من يوم 3 رقم الأيام الأحادية، يعني 1 3 9 11 13 15 19 21 23، يعني الأيام الأحادية في الشهر ده، إذا كان عندكم حاجة عاوزين تعملوها ما تعملوهاش، إذا عندكم سفر ما تسافروش، إذا عندكم إمضاء عقود ما تمضوش أي حاجة في الوقت ده، سيبوا اليوم ده يعدي، وفي الأيام الزوجية اعملوا الحاجات بتاعكم، لأن الأيام الأحادية اللي بتاعتكم أصحاب المجموعة الثانية مش كويسة ليكم. تمام؟ طيب تمام. صار المجموعة الثانية، مش عاوزة أبدأ بالخبر مش كويس، مش كويس، بس بعدين هقوله، يعني مفيش مشكلة، لأنه في ناس يعني بيطلبوا مني إني أقول كل حاجة. في ناس بتقولك ليه بتقولي الكلام ده؟ مش عاجبك الكلام اخرجي من القناة من فضلك، لأنه في ناس عاوزة تعرف كل حاجة عن حياتها، الكويس والوحش. انا هنا عشان اقول كل الكروت اللي بتقول الكروت، تقوليش انا مش هنا عشان ابني لك قصر من ذهب وافرش لك الورود واكذب عليك واقول لك ايوه هيجي لك حبيبك فوق الحصان الابيض ويتجوزك ومش عارفه ايه. الحقيقه في الواقع هقوله لك. تمام، عاجبك مرحبا بيكي، مش عاجبك اخرجي. بس نقطه الى السطر. اصحاب المجموعه الثانيه، اول بشاره خير للي هم بينتظروا حمل او ترسيم علاقه او رجوع، عندكم ان شاء الله خبر جاي لكم يفرح قلبكم ان شاء الله، بحمل نجاح، كمان ترسيم علاقه والدخول في علاقه جديده، سواء كنتم عزاب ارامل او مطلقين. ده خبر اول كويس. الخبر الثاني، فيه انتقالة هتكون عندكم من مكان لمكان، من بيت لبيت، من بلد لبلد. قبل يعني الانتقالة دي كانت صعبة جدا عليكم قبل التاريخ ده اللي بنعمل فيه القراءة دي، لكن ستتضح لكم الأمور أحسن من يوم 3 لغاية يوم 8 الأسبوع الأول. زي ما نشوف احنا الجسر ده اللي ملامحه مش واضحة وهنا أصبحت واضحة، في عراقيل كانت واقفة ما بينكم وما بين الحاجة دي اللي كنتم عاوزين تغيروها في حياتكم. أقول لكم تغيير عمل، مشاكل في عمل، عاوزين تبيعوا بيت، تستقروا، رجوع حد، يعني نجاح في دراسة، نجاح في سفر. يعني في بداية أول أسبوع من الشهر ده هتتضح لكم المسائل او المشاكل اللي واقفه عائق ما بينكم وما بين يعني تحقيق الامنيات بتاعكم. المعلومه دي هتفهم، يعني ستظهر لكم انه او تؤكد لكم انه في طاقه اسحار تحوم حولكم، وستتاكدون من الكلام ده غالبا ما بين نهايه اول اسبوع من شهر ابريل 2024 لغاية تاني أسبوع من شهر أبريل 2024. تمام، 2024. البعض منكم حاولوا تزوروا الدكتور هنا، خاصة الستات حاولوا تزوروا الدكتور فيما يخص الجهاز التناسلي بتاعك، او انتم ربما عندكم مشكله في المبيضين، تكيس في المبيضين، او مشكله في الرحم. مش حاجه خطيره جدا، لكن لو رحتم من دلوقتي وعرفتم يعني في ايه تقدروا تستدركوا الامر، وربنا
ما يمرض حد او يوصل حد للنقطه دي، لكن حاولوا تعتنوا بصحتكم يا ستات. تمام. البعض منكم هنا الكروت بتقول لكم ايه، استغفر الله، في سحر مرشوش عند عتبة بيت استعمل فيه، مش هقول لكم كل المكونات لان مش هنا عشان اقول يعني اعلم ازاي بيعملوا اسحار، بالعكس انا معالجة فبعالج الاسحار عشان كده بعرف انواع الاسحار وبيعملوا فيهم ايه، لكن غالبا فيه سحر مرشوش في عتبة بيت قديم بيخصكم، وغالبا البعض منكم يا اما جنب البيت القديم ده بتاعكم، يا اما جنبه في شجرة، يا اما عندكم حديقة او في شجرة في حوش البيت، تحت في الشجرة، في الشجرة دي فيه سحر مكون من مشيمة البيبي وفي اسحار كده، ويعني مرمي هناك يا اما تحت الشجرة دي يا اما قرب الشجرة دي في او ورا البيت بتاعكم فيه بئر مهجور مرمي فيه السحر ده، وهو اللي مأثر عليكم كسحر موروث وعامل عراقيل قدامكم، زي ما نشوف احنا هنا الغزالة موجودة هنا شايفينها وقدامها الجبل ده، ازاي هتتخطى الجبل ده عشان توصل للمكان المريح اللي هي تدور عليه. بصوا زي ما لو كان البيت ده الجميل اللي فيه الاستقرار ورا الجبل ده، فانتم هنا مش هتقدروا، يعني في عائق على انكم تستقروا في حياتكم بسبب السحر ده، هتكتشفوا الامور دي في الايام المقبله، هتعرفوا انه عدم التوازن اللي موجود في حياتكم والمشاكل الموجوده في حياتكم هي بسبب اسحار موروثه عندكم، بسبب أسحار موروثة عندكم. حاولوا نهاية أول أسبوع أي حد، زميل شغل، صديق، زوج، حبيبة، حبيب، زوجة، أب، أخ، أم، خالة، عم، مش عارفة أنا، جارتك أو جارتك، جارتك أو زميلة في المدرسة أو في الدراسة، أي مشكلة هتحصل حاولوا تتحكموا في نفسيتكم، حاولوا إنكم تتحكموا في ردة فعلكم، لأنكم هتكونوا لو تغلطوا وتعملوا ردة فعل عدوانية مع الشخص ده، الشخص ده هياخد عليكم دليل مادي ويأذيكم بيه، دليل مادي ويأذيكم بيه. بعض منكم هيدخل الاستقرار في حياتكم إن شاء الله ما بين تالت أسبوع من شهر أبريل لغاية تاني أسبوع من شهر 5 مايو إن شاء الله في 2024. كل الطاقات دي السلبية اللي اتكلمنا عليها دلوقتي هتتخلصوا منها إن شاء الله في تالت أسبوع، هتبدأ الأمور عندكم إن شاء الله تستقر في استقرار، يعني انطلاقها تدريجية، والاستقرار ده هيكون فيه قبل بعد التوتر اللي هتمروا بيه، يعني طاقة كده مر عليكم، لكن الحاجة الكويسة انه في فرحة هتقلب موازين الطاقة السلبية اللي اتكلمنا عليها الى طاقة احسن منها، زي ما قلت لكم اللي هتبدأوا منها الانطلاقة الكويسة اللي هتعيشوا بيها كويسين ان شاء الله لمدة 6 شهور، هتكون فيه الاموال وتكون فيه يعني العلو او التقدم في حياتكم العملية والمادية. ايه كمان؟ في رجوع لبعض من المنفصلين، يا اما رجعتم وانتم خايفين من الرجوع ده، عندكم قلق، عندكم ارق، هل يعني بتسالوا نفسكم ليه رجع؟ هل رجع عشان يكمل عليا؟ هل رجع عشان يخلص عليا؟ هل رجع بحسن نيه؟ هل رجع عشان يستغلني؟ يعني تساؤلات كتيره فيكم دلوقتي وعندكم خوف، لكن البعض التاني بتتسالوا هل فيه رجوع؟ هل مفيش رجوع؟ بدأتم تفقدوا الأمل في الرجوع ده أو تغيير الأحوال عندكم، قلت لكم في أمور هتكتشفونها، هتعرفوا لوحدكم،
هتعرفوا لوحدكم، توقفوا بس من الوسوسة القهرية اللي عندكم. عندكم وسواس قهري، شكوك كتيرة من غير ما عندكم يكون عندكم دليل. لما يكون عندكم الدليل ادخلوا في الحماية والوقاية، انكم يعني تحذروا نفسكم من الأعداء او من الإنسان ده، لكن ما تتوهموش بحاجات وانتم ما عندكمش الدليل. تمام، لأن الطاقة السلبية بتبعد الطاقة الحلوة. نيجي دلوقتي للأرقام اللي قلت لكم احفظوها، 1 2 3 4 5 6 7. اللي اختار رقم 1، في مسألة انتم شايفين انها هتاخد وقت طويل على بال ما تتحصلوا عليها. توقعاتكم دي غلط. الحاجة دي ما بقى لها، مش هيبدأ يعني، مش بعد 3 نقاط، 3 أشهر إن شاء الله هتتحقق المشكلة دي أو المسألة دي اللي أنتم في انتظارها. مش هتاخد وقت طويل أيا كانت الحاجة دي اللي حطيتوها في بالكم. تمام. رقم اتنين فيه مفاجأة جاية لكم إن شاء الله من عند ربنا، تدمع له العين من شدة الفرحة. والبعض منكم من المفاجأة دي حلمتم بيها. الكارت رقم 3، انتم غالبا اصحاب الكارت رقم 3 ورقم 5 6 ورقم 7 ورقم 6، انتم المعنيين بالكلام اللي قلته بتاع السحر، عشان ما اقعدش اكرر في نفس الكلام. انتم المعنيين اكتر بالاصابه بالسحر ده اللي قلت لكم هو معمول في بئر مهجور او مرشوش في عتبه بيت، وهو اللي معرقل لكم حياتكم ومدخل يعني وادخل الركود في حياتكم في جميع الميادين. فحاولوا تشوفوا اي حد، اي معالج يقدر يعالجكم. تمام. اصحاب كارت رقم 3 هنا هقول لكم افرحوا، فيه ميلاد قمر جديد ان شاء الله في اخر الشهر ده، هيفتح لكم طاقة كونية إيجابية لاستقبال كل بشرة خير في تحقيق الأمنيات بتاعكم إن شاء الله. أرقام الحظ بتاعكم رقم 1 30 7 38 31 21 4 و35. نيجي دلوقتي نشوف أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الدلو، برج الميزان، وبرج الثور. 80% برج الجوزاء، برج القوس، وبرج السرطان. 60% برج الأسد، برج الجدي، وبرج الحمل. 50% برج العقرب، برج الحوت، وبرج العذراء. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، وإذا ما كنتش مشترك اشترك وفعل الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.